دلوقتي خلينا نتابع أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة، من بينها إن دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج هيستقبل الفريق جبريل الرجوب أمير سر حركة فتح بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهيبحث الطرفان مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات الحرب في قطاع غزة. النهاردة هتسافر البعثة البارالمبية المصرية لباريس استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية بباريس 2024 المقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري وهتنتهي يوم 8 سبتمبر. كمان النهاردة هتستضيف مدينة العالمين الجديدة قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد اللي هتستضيفها مصر في العاصمة الإدارية الجديدة شهر سبتمبر المقبل. بتقام قرعة كأس العالم للأندية في تمام 7 مساء في ساحة العالمين، ومن المنتظر أن يشهد حفل القرعة حضور عدد من مسؤولي الرياضة ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأسرة كرة اليد، بالإضافة لممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسؤولي الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة وراعي الاتحاد.